إيمان دفعها إيمانها بالحياة إلى عدم الاستسلام لسرطان الثدي الذي أصابها قبل أعوام، فخاضت معه مواجهة طويلة تكللت بالانتصار عليه عدة مرات. اليوم تقود بنفسها جمعية مختصة في دعم المصابات بالمرض ذاته. كان القرار بال 2009 أني سأترك كل العمل العام وأتفرغ لمرضى السرطان، ومن هون كانت الفكرة أن يكون في حاضنة للنساء المصابات بالسرطان. لم أتوقع النجاح في البداية لأنه فكرتي كانت صعب الحديث عنها إعلاميا. يعني أنا يمكن شوي بقول أنه أنا دايما بقول لأولاد أنه أنا فخورة أنه أول من أثرت القصة رغم تبعاتها المجتمعية، أنه قدرنا نوصل النساء لمرحلة أن يقفن قدام المرآة بدون شعر وبدون ثدي ويكونوا فخورات بأنفسهم. في مقر الجمعية تصنع هؤلاء النسوة الناجيات من المرض أثداء صناعية بطريقة بدائية بسبب انعدام عمليات التجميل اللازمة لهن في مشافي غزة. في منطقة تعاني الكثير من الأزمات والمشكلات على اختلاف أنواعها، تسجل معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة تزايدا مستمرا تكثر معه الحاجة للتوعية. توعية انطلقت إحدى حملاتها في غزة لتدق ناقوس خطر يقول إن الحالات المبلغ عنها في فلسطين منذ بداية العام الحالي سجلت زيادة قدرها 25% عن العام السابق. من 100,000 سيدة في 29 سيدة مصابة بسرطان الثدي، وأكيد هاي نسبة خطيرة، يعني نسبة كبيرة موجودة. الفكرة مش وجود المرض، الفكرة في أي مرحلة اكتشف المرض. يعني إحنا هذا اللي بنحكي بحملتنا، الاكتشاف المبكر والتشجيع على الفحص الذاتي، عشان اكتشاف المرض مبكراً حيغير في نتيجة العلاج. أما علاج ضحايا المرض في غزة فدونه الكثير من التحديات تتركز في شح الأدوية ونقص الأجهزة، تحديات تدفع كثيراً من المرضى للبحث عن العلاج في المشافي الإسرائيلية. لكن وزارة الصحة تقول إن 30% منهم ترفض إسرائيل استقبالهم لدواعٍ أمنية. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.